أنا قلت من الأول أنا بمعركة إلى النهاية من دون هوادي ومن دون مجاملة لحتى أوصل للهدف تبعي، وهيدا هو الهدف. ما في شيء أي شخص اتجاه أي شخص كان، بس أنا كل سلطة بعتبرها أخطأت بقراراتها، أنا من واجباتي أني انتقد هيدا القرار، احتكم للرأي العام لما لازم عملا بتصويب القرار. نحن هون اليوم لحتى نعبر عن رفضنا لقرار مجلس النقابة بتعديل نظام المهنة يلي عم بيأدي عمليا لفرض رقابة مسبقة على المحامين. نحن كمحامين لما بدنا ندافع عن موكلينا بدنا نعرف انه النقابة عم تحمينا، مش انه النقابة عم تحاول تسكتنا، وبالتالي لهذا الاسباب صار في طعن بالقرار لانه معتبرينه غير دستوري، وعم نتضامن اليوم لحتى نطالب العودة عن هذا القرار. اذا اليوم المواجهة اللي عم تصير واللي عم بيواجهه نزار صاغية هي مواجهة بصلب معركة التغيير بالبلد، بصلب المواجهة والاشتباك مع هاي السلطة، لأنه الحرية اليوم والمساحة حرية التعبير بالبلد هي خلينا نقول سلاح بين هلالين، سلاح بمواجهة كل السياسات المالية والسياسات الأمنية والاقتصادية اللي عم يصير بهيدا البلد، وكل محاولة أنه هاي السلطة ما تتحاسب وتفلت من العقاب. اليوم يعني اللي عم بيصير هو فعليا تعري كامله للنظام القضائي بالبلد، فعليا انه القضاء بس بيتحرك ضد المحامين يلي عم بيدافعوا عن الناس، ضد الصحفيين يلي عم بيعرروا الحقيقه اللي عم بتصير، والقانون بيحمي مصالح المصارف والعصابات السياسيه الحاكمه البلد. يعني ما معقول يعني اللي عم بيصير هو فعليا كشف عوره هذا النظام، يعني ونحن عارفينه من قبل. نحن بنقول انه لن يمر، الناس لازم تدافع عن حقوقها، والمحامين يلي عم بيدافعوا عن حقوق الناس لازم يدافع عنهم، ولهالسبب نحن اليوم بالشارع. ما في عدالة، في هروب من المحاسبة، في إفلات من العقاب، وممكن ينبنى لا دولة ولا مجتمع متماسك إذا ما في عدالة. فبالتالي نحن أمام كمان مجددا المعركة بعد ما خلصت، والمعركة طويلة. اليوم فيني أقول أنه كان في مدماك لولادة نموذج جديد من المحاماة، المحامي المناصر للقضايا الاجتماعية يلي مو مفروض نقيد حريته، بالعكس لازم نحميها بالكامل.